ناصر نصار 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 بيلعب الكرة عالية أمامية والهدف الأول الهدف الأول لمصلحة الأنصار الهدف الأول لمصلحة فريق الأنصار بواسطة حسن معتو اللي عم بيسجل ثالث أهدافه هذا الموسم بعد عرضية رائعة ومتقنة عم بيسجل حسن معتو الهدف الأول كرة وفرصة الهدف الثاني الهدف الثاني لمصلحة الأنصار هدف ثاني إذا لمصلحة فريق الأنصار وهيدي المرة غازي 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 فريق الأنصار عم بيلعب بشكل جيد بهذه الأثناء وحسن معتو 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 بيتقدم بيلعب الكرة الله 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 الرابع يأتي الهدف الرابع بهذه الأثناء الحسن يا حسن معتو عدى ومر حسن كرة أمامية وانتو مع معتو هو نفسه بيلعب على نادر 14 مطار كيف مرت عليك يا لواتي جول 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 هي مرت مع اللواتي هي مرت مع اللواتي وسجل جول 5-0 صارت النتيجة اليوم على الكرة أمامية والحسبانك يا لطيف يا لطيف على الهدف السادس 6-0 من الحاج مالك الهاتريك للحاج مالك عم بيسجل الهدف السادس لمصلحة فريق الأنصار 6-0 أصبحت النتيجة